السلام عليكم. في فيديو جديد اللي هي مع الشقة المغاربة اللي كتسمى المعلكة، وهاد المرة المعلكة باللوز. بالنسبة للمقادير غنحتاج نص كيلو ديال اللوز هنا يطحنتو، يعني بختار بقشورة وكلشي يطحنتو، جوج بيضات، 200 غرام السنيدة، خمارة وحدة، 50 غرام ديال الزبدة مذوبة اللي تقريبا جوج معلقات، معلقة صغيرة القرفة، سكر كلاصي اللي غنفند فيه مع خمارة. كناخذ باسيل ونقصريه ولا شنو غديروا باش تخلطوا اللي بغيتوا. كناخذ اللوز كنضيف عليه السنيدة، سكر خشن، كنضيف عليه القرفة وكنضيف عليه شوية الملحة وديك الخمارة، كنحرك كل شيء مزيان، ومن بعد كنضيف الزبدة اللي ذوبت تقريبا جوج معلقات كيف قلت لكم، وكنضيف جوج بيضات مضربين على هذا الشكل صافي، وكنمعك كل شيء بيديها مزيان حتى كيتخلط داك الشيء. تقدر تضيفوا معاهم تقريبا شي جوج معلقات ديال الكوفيتي ديال المشماش داك الجاري اللي كنفندوا فيه، وهذا هو العجين ديالك على هذا الشكل. وهنا سكر كلاصي غنضيف عليه خماره وغنخلط كل شيء على هذا الشكل. وهنا غنبدا ندير كويرات كيف غتشوفوا تقريبا قد العبار، يكونوا صغيرين بحال هكا، كل واحد سكر كلاصي، ومن بعد انا كنكملهم كاملين. نخليكم تشوفوا الكرات الثانيه تاعي على هذا الشكل، كل واحد سكر كلاصي، ما كنزمو سكر كلاصي كنديرهم في الطاوه صافي. من بعد ما كملتهم كاملين انا هنايا بديت كنختار شي درت فوق منه قرقاعه، شي فوق منه لوزه، وشي خليته بلا لوزه بلا قرقاعه بلا تش لعيبه. ولكن انا اللي جاني هو يبقى ما فيه تش حاجه كيجي زوين الصراحه. من بعد كندخلهم في الفران 180 درجه، شوف 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 كي داير، شوف مولا يدير 10 دقائق تقريبا دغيا كيطيب. اه ما كيجي، هادو هما اللي فيهم لوز وقرقاع. وبالنسبه لك السامبل جاتني هي الزوين الصراحه.